ان شاء الله خلال الفترة القادمة هحاول في كل فيديو ارد على واحد من الاسئلة اللي بتتكرر بشكل مستمر في التعليقات. فواحد من الاسئلة دي بيكون بخصوص العمل وفرص العمل للعرب داخل تركيا. يعني من خلال تجربتي الشخصية حابب اوضح ان تركيا مش من الدول زي مثلا دول الخليج، مش من الدول اللي بتحتاج عمالة او موظفين اجانب، بالتالي تكون الفرص المتاحة في أضيق الحدود، وأغلبها بيكون معتمد على معرفة اللغات الأجنبية، وضروري جدا تكون بتعرف اللغة التركية. يعني الحياة والعمل داخل الشركات والأماكن بشكل عام الحكومية أو الخاصة داخل تركيا لازم تستخدم اللغة التركية، فبالتالي معظم الفرص المتاحة هتلاقيها في مجال السيلز المبيعات، في مجال الماركتينج التسويق. يعني دي المجالات اللي ممكن الشركات التركية أو حتى الشركات الدولية انترناشونال الموجودة هنا بيحتاجوا فيها موظفين عرب، بحيث يكون معاهم اللغة العربية، اللغة التركية، بجانب طبعا اللغة الإنجليزية. أغلب الشركات التركية اللي بتحتاج تصدر منتجاتها، ماكيناتها، بضائعها، بيحتاجوا شخص يعني بيتكلم لغات أجنبية بحيث يفتح لهم أسواق خارجية. الوظائف الأخرى أو المهن الأخرى مثلا في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال المحاسبة، المحاماة، الوظائف دي كلها موجود بالفعل شباب أو موظفين أتراك يقدروا يقوموا بيها، فبالتالي مش بيكون في داعي اطلاقا ان يتم توظيف شخص اجنبي في الوظائف دي. وكمان تركيا من الدول اللي فيها نسبة من البطالة، فبالتالي دايما بيفضلوا ان يتم توظيف الشاب التركي عن الموظف الاجنبي. فهو ده رد باختصار على السؤال المتعلق بفرص العمل داخل تركيا، وان شاء الله في الوصف الموجود تحت الفيديو هحاول اسيب لكم لينك تقدر من خلاله تعمل سيرش او بحث عن الوظائف المتاحة داخل تركيا، بحيث قبل ما تقرر تاخد الخطوة انك تيجي لتركيا بغرض البحث عن عمل يكون عندك فكرة بشكل عام عن الوظائف المتاحة والمتطلبات.